السلام عليكم أخواتي وبناتي. بسم الله وعليه توكلت، مع الصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي، اليوم غادي نشارك معكم الغديوة ديالي اللي غادي نحتاج ليها إن شاء الله. المقادير الآتية قدامكم. وقبل ما نبدأ أخواتي وبناتي، تنشكركم المتبدلها أخواتي، والله كيعطي لكل واحد على قد واش عنده في القلب ديالو. أخواتي كنبقاو حنا إخوان وأخوات ووليداتي وبنياتي، نبغيو الخير لبعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا، وما غادي نخسروا والو، ما غادي نخسروا حتى شي حاجة. عاونوني بلي لايك اخواتي والبارطاج، الله يجازيكم بألف خير. انا مازال ما استوفيتش اخواتي الشروط، وعندي المشاهدة هابطة شي شوية، بقى لي واحد الشرط ديال 10 دولار باش تجيني اثبات الهوية، مازال ما جاتنيش. وكنتمنى منكم تعاونوني بليفي بالمشاهدة أخواتي باش تطلع لي 10 دولار أخواتي. والأخوات وليداتي وبنياتي اللي في هذا الميدان راهم عارفين، وكنبقاو كنتعاونوا بعضياتنا، والله يسهل على الجميع. غادي نبداو بسم الله. عندي اللحم ديالي هو هذا، كان عندي في المجمد، عندي في البلاستيك ديال المجمد اخواتي، هانتوما كتشوفوا هادي المجمد، والله الا اخواتي هو باقي بالدم ديالو نيت، هانتوما كتشوفوا هادي راه الميكه ديال المجمد، ها هي فيها هنا الدجاج وهنا السمك وهنا اللحم. طبعا هاد الميكه هادي راه كتحافظ على اللحم، ماشي نقولوا كتحافظ عليه مزيان اخواتي. ها هو عندي دا باقي جامد تشوفوه، هو هذا انا غادي نحيد من الميكه ديالو. هاد الميكه اخواتي كتحافظ على اللحم، ما كيطلق لا ما لا والو، هانتوما كتشوفوا ما كيطلقش الماء. انا نوصيكم بهاد الميكه هادي ديال المجمد، راه هي احسن من ديك الميكه العاديه البيضاء. غادي نحتاج اخواتي قلت لكم اللحم كله والمقدور ديالو طبعا، وغادي نحتاج واحد جوج بصلات مويان، ما انا قرأ شلطتهم رقاقين، واحد شويه خديته راني درته في الطاجين، والاخر اللي بقى هو هذا. غادي نحتاج واحد ربع كاس ديال الزيت، ما بغيتش انا المرقه تجيني ميدمه، وغادي نحتاج واحد نص كاس ديال الماء، وعندي معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه عامره مزيان ديال الكركم اللي هو الخرقوم عرق، وعندي الملحه على حسب الذوق، وعندي واحد جوج دريسات ديال القعقله، انا شريتها في العيد وبقى عندي كنستعملها وبقى غير شويه كتنسب، وعندي واحد ثلاثه طريفات ديال بسيبيسه، وعندي جوج ريوصه ديال الفلفله حاره اختياريه حنا تناكلو الحار، وعندي واحد جوج بطيطات صغار هما هادو، جوج بطاطات كل واحد وعلى حساب افراد الاسره، وعندي السفرجل اخواتي. دابا السفرجل راه الوقت ديالو، ها هو باقي بالعريشات ديالو، انا مازال ما غسلتوش ومازال ما نقيتوش، غادي ننقيه قدامكم. وكتبقى السفرجل راه وقته هذا ونستافدوا منه اخواتي، راه مفيد للصحه، وكاين هاد مازال عندنا الوباء اخواتي، الله يرفعه علينا يا رب. وهاد السفرجل راه عجيب ومفيد للصحه اخواتي، كنصحكم باش تشريوه وتخدروا به، وتا اللي ما كياكلوش مخدر والله هذا، بعد المرات انا كنقيس ناكلو هكا بحال التفاح، زوين تيشد على المعده وفيه منافع كثيره اخواتي. غادي نبدا قدامكم اخواتي، الطويجين ديالي هو هذا، الطاجين ديالي غادي ندير اللحم، انا باقي عندي اللحيمات ديال العيد، انا ماشي شي مرا مبدره ولا
قلت لكم هاد الميكات باش زوينين راه ما كيخلطلقش، لا ما كيتخليش الميكه تطلق الماء، كيبقى اللحم ناشف. ها انتم كتشوفوا باقي الدم ديالو، شفتوا اخواتي كيبقى هو وصالح. انا كنت كندير انا في الميكه الاخرى وما كانش كيصبر بحال هاد الميكه هذه ديال المجمد. الميكه اللي كتسد اخواتي، الميكه اللي كتسد بحال هكا عند هذوك الرويصات، هذوك البلاستيكه كتسد من هنايا ضروري. هاد الميكه هادي عجيبه للحم والسمك وكل شيء، جربتها لا في اللحم ولا في الدجاج ولا في السمك، كتخليه تيبقى زوين اخواتي. نوصيكم بهاد الميكه هادي. غادي نزيد البصله ديالي، انا بغيت المريقه تجيني خاطره ومدغمره، درت جوج بصلات. وغادي نضيف العطريه ديالي، العطريه كتبقى على حسب كل اخت وهذا وشنو كتبغي. كاين اللي تيبغي، انا تنبغي الحاجه شويه من السما، كنبغيهم ملفين وليداتي، هادشي كبرتهم بيهم. العطريه بالعكس كتبنى الحاجه. دابا انا هاد الطويجين ديالي هو هذا، غادي نردو اخواتي فوق الغاز وغادي تتابعوا معايا، غتشوفوه منين غادي يدخلوا الطياب. غادي نقي معاكم هاد السفرجل وهاد جوج بطاطات، وغادي نتلاقاو في المراحل الاتيه اخواتي وبناتي وحتى وليداتي. كما شفتوا الطويجين ديالي هو هذا، غادي نزيد عليه واحد الباقه ديال التنسيم اللي درت فيها شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الزعيطره، غادي نديرها هنايا نمشيها هنا. وغادي نخلي الطويجين ديالي يطيب على خاطرو اخواتي، ملي غيطيب غنتلاقاو وتشوفوا في المراحل الاتيه. شفتوا اخواتي هي هذه السبرجل ديالي، كنقطعها على جوج، كنزرب عليها لان دغيا كيتاكسد. كندير هنايا الماء والملحه وشويه العصير الحامض، اللي ما عندوش الحامض يدير الخل. كنقطعها هكذا اخواتي، كنحيد لها هاد العظم اللي تيكون لداخل. كندير هنايا واحد بحال الزائد، كندير زائد انا هنايا، كنفلحها شويه على علامه الزائد كما كتشوفوا هنايا اخواتي. وكنخشيها في هاد الماء والملحه، ضروري الماء والملحه باش يبقى لينا السفرجل ديالنا بيض. هذا دابا الا خليته غير هكا غير شويه دغيا غيكحل. وغادي نديرو اخواتي في واحد الطنجره بهاد الماء ديالو والملحه، غنديرو في واحد الطنجره اللي هي هادي، راه فيه قلت لكم الملحه وفيه الحامض. غادي نردو يطيب، ومن غيدخلو الطياب غادي نحيدو غنصفيه اخواتي. وغناخد شويه مريقه من الطاجين ديالي، انا غنوريه لكم ها هو كيغلي. وغادي ندير كما شفتوا الطويجين ديالي هو هذا، ها هو بدات راه دخلوا الطياب، راه طاب تقريبا طاب، هانتوما كتشوفوا اللحيمه طابت. غادي نزيد البطاطا، غتقولوا لي علاش مخليه فيها القشره، انا راه بعض المرات كنخلي البطاطا بقشرتها كامله اخواتي، كنخلي فيها شي شويه ديال القشره. وغادي نستفها هكذا، وغنخلي الطويجين ديالي يطيب على خاطرو، كنقص عليه البوطه ونخليه يطيب. ما نقولش ليكم تيجي معلك وكيجي غزال، كنتمناكم تجربوا هالطريقه. وغادي ندير الفليفلات ديالي، وغادي نتلاقاو من غادي تشوفوني غادي نحمر معاك عنعسل هذاك السفرجل وغنزوق به من الفوق. تلاقاو معايا في الاخر اخواتي في التقديم. كي شفتوا اخواتي هو هذا السفرجل ديالي، ها هو شفتوا بعد اللي راه باقي سخون. شفتوا اخواتي دغيا كنطيبوا في هذيك المويه اللي فيها المليحه وفيها العصير الحامض والماء، الشيء كي تيولي زعر كيجي غزال وكيجي بيض وداخل الطياب طايب مزيان. انا غادي نصفيه، غادي نصفيه طبعا بسم الله.
غادي نصفيه اخواتي قلت لكم ها هو غادي صفيتو وغادي نعاود نرجعو الطنجره ديالو هكذا تسخون وغادي نزيد عليه مريقه اللي خديتها من الطاجين وغادي نزيد واحد ثلاثه طويبات ديال السكر لانني انا بغيت نهسلو وغادي نضيف شي شويه ديال الماء قد المريقه قد ديال الماء وغادي نزيد القرفه وغادي نزيد القياس ديالي ديال القرفه قياس معلقه اخواتي كبيره وغادي نردو يتعسل ونتلاقاو في الاخير وتشوفوه في مرحله التقديم. شفتوا اخواتي اخيرا هذا هو السفرجل ديالي عسلته ها هو يلاه حيدته من فوق الفرن الطاجين ديالي هو هذا غادي نحيد هاد الفليفلات نحطهم في الجنب اخواتي وغادي نهز قدامكم السفرجل المعسل هو هذا ها هو صوبتو قدامكم اخواتي غادي انا غادي نزين الطاجين ديالي طبعا تيبقى التقديم العين تتاكل قبل من الفم انا غادي نزينو نتلاقاو تشوفوا في الاخر الاخير هذا هو التقديم اخواتي ديال الطويجين ديالي اللي درتو معاكم بالغنمي والزعيطره والسفرجل معسل طبعا يا الله غادي نديرها في العنوان مع الشليضه طبعا ديال الخيار كنخليه كنحيد له غير النص بالقشره والنص كنخليه بقشرته الخيار ومطيشه والخبز طبعا ديال القمح هو هذا القمح تيجي غزال وهائل اخواتي وكنتمناكم تجربوا اخواتي هاد الطويجين اللي تيجي لذيذ كيجي تيحمق ووريتكم الطريقه كيفاش انا كنعسل